يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعلم الطب هل هو فرض كفاية تأثم الأمة بتركه؟ لا، فرض الكفاية في أمور الدين، أما هذا من الأمور المباحة، هذا من الأمور المباحة، لكن إذا تعلمه الإنسان بقصد نفع المسلمين يؤجر عليه، يؤجر عليه، أما أنه فرض كفاية لا، أو فرض كفاية. والعلاج كله ما هو بواجب، العلاج والتداوي ما هو بواجب، مباح. نعم.